الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من مؤشر النيل. تابعنا مع حضراتكم بالأمس كان هناك تباين لأداء مؤشرات البورصة، كان هناك هبوط للمؤشر السبعيني ولكن كان هناك ارتفاع للمؤشر الثلاثين وهو المؤشر الرئيسي، وعرفنا زي ما تابعتم بالأمس أسباب تراجع باقي المؤشرات وارتفاع المؤشر الرئيسي، ولكن اليوم كان مختلفا عن الأمس. هنجد أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.67% ليبلغ مستوى 13415.77 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 38% ليبلغ مستوى 692.55 نقطة. الارتفاعات شملت أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنسبة 40% ليبلغ مستوى 1564.95 نقطة، كما شملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 1.51% ليسجل 11,911.5 نقطة. وعن القطاعات النشطة في السوق اليوم، نجد أن قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 25.84%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 19.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.52%. أما رابعا فقد جاء قطاع البنوك بنسبة 12.63%. وعن فئات المتعاملين داخل السوق، نجد أن المستثمرين المصريين اتجهوا نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 67.24% من إجمالي التعاملات. المستثمرون الأجانب اتجهوا أيضا نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 22.37%. أما المستثمرين العرب فقد اتجهوا نحو البيع وحصلوا على نسبة 10.38%. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 61.87% من إجمالي التعاملات، كما مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 38.12% نقطة من 100 من إجمالي التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا فقد تصدرها سهم جلوبال تيليكوم القابضة بنسبة 9.32%، له سهم حق الاكتتاب لشركة مطاحن ومخابز الأسكندرية بنسبة 5.96%، ثم سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورقة بنسبة 5.82%. أما رابعا فقد حل سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.45%. أما بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا فتصدرها سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.62%، ثم سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 6.59%، تلاه سهم الدلتا للسكر بنسبة 3.69%، أما رابعا فقد حل سهم الدلتا للتأمين بنسبة 3.61%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 699.3 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 756.4 مليون جنيه. مشاهدينا للمزيد من التوضيح والتحليل حول أداء البورصة اليوم، يسعدني أن ينضم إلي في استوديو النيل الأستاذ صفوة عبد النعيم خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ. اسمح لنا هنشوف تقرير حول أداء البورصة النهاردة ونرجع مع حضرتك. مشاهدينا نتابع هذا التقرير ونعاود مع حضراتكم للتحليل. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعملية شراء من جانب المؤسسات الصناديق الاستثمار الأجنبية والمصرية، بينما اتجه تعاملات المستثمرين العرب والأفراد نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 699.3 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 756.4 مليون جنيه. في
اخر جلسه قبل عيد الاضحى المبارك ارتفع المؤشر EGX30 اكتر من 1.63%، وهي تقدر ب 219 نقطه ليسجل 13419 نقطه، مدعوم بمشتريات من قبل المؤسسات والمستثمرين الاجانب والعرب مقابل مبيعات من الافراد والمستثمرين المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي البورصه المصريه EGX30 بنسبه 1.67%، وزاد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه EGX70 بنسبه 38%، وشملت الارتفاعات ايضا مؤشر EGX100 الاوسع نطاقا والذي زاد بنسبه 40%. تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من غد الخميس، على أن يتم استئناف التداول يوم الثلاثاء القادم. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وجد ترحيبي بضيفي في الاستوديو الاستاذ صفوت عبد النعيم. استاذ صفوت تحياتي لحضرتك مره اخرى. تحياتي. يعني النهارده بعد اسبوعين تقريبا من التباين المستمر لاداء البورصه، النهارده صعود جماعي، يمكن البورصه بتختم او بتختتم اخر جوله قبل اجازه عيد الاضحى بشكل مبشر. اسباب بقى الارتفاع الجماعي وايضا استمرار القوي، الاداء القوي للمؤشر الرئيسي، شفناه امبارح تخطى ال 13000 نقطه واستمر اليوم في هذا الاداء القوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الجلسات اللي فاتت الاسبوعين ما كانوش تباين قد ما نقول ان هم كلهم كانوا غيوم، يعني يعني كانت البورصه فعلا خلاص في اتجاه هابط من مستوى بعد كسر مستوى 13300 نقطه، وضعف السيوله في السوق وضعف احجام التداول اللي شفناها في جلسات عديده ما تتعداش ال 300 مليون و 400 مليون في خلال الجلسه. فكل دوت كان مؤثر على القوى الشرائيه داخل السوق، وكان اكتر مزيد من الهبوط متوقع بالنسبه للسوق في هذه الفتره. وكان املنا الوحيد هو ان هو تعافي السوق واغلاقه على المستوى الشهري بالنسبه على شهر نهايه شهر اغسطس اللي احنا فيه، يعني بعيد عن اجازه العيد او غيره، فوق المستوى ال 13000 نقطه. الحمد لله بجلسه امس تعافينا شويه بالمشتريات على بنك السهم التجاري الدولي، وارتفعنا بالمؤشر الرئيسي فوق ال 13000 نقطه، فكان ده بالنسبه لنا أمل إن احنا نقفل فوق 13000 نقطة. كانت المفاجأة النهاردة استجابة السوق للأخبار مالية إيجابية على بعض الأسهم، مالية على بعض الأسهم، هو ده اللي خلى في أحجام تداول تبتدي تزيد مع ارتفاع حجم المؤشر. إيه هي بقى الأخبار؟ الأخبار دي كانت على أحد الأسهم اللي سامي أوراسكوم تيليكوم. سامي أوراسكوم تيليكوم اللي أحد الشركات التابعة ليه في باكستان، ليها أصول في أبراج الاتصالات العادية بتاعت أي شركة اتصالات، من ضمن احد الشركات ديت باعت الابراج ديت احد يعتبر احد الاصول، عندها بعض الديون ممكن يعني هتسددها منه، الخبر يعني اللي كان صادر كده، بعض الديون وتسويات والارباح الباقيه، فكان يعتبر اعاده هيكله في الشركه ديت. الخبر ده سمع عندنا هنا في أوراسكوم تيليكوم على اساس ان كان لأوراسكوم تيليكوم سابقه قبل كده عندنا في بيع موبينيل، وبعديها وزعت كوبون، يعتبر كان اعلى نسبه كوبون اتوزعت خلال بعد صفقه موبينيل كارباح راس ماليه. فكان برضو تفسير الخبر هو طبعا ايجابي، بس كانت الدفعه اللي دفعها الخبر وتعطش السوق الاستجابه لاي اخبار ايجابيه اللي احنا كنا مفتقدينها الفتره اللي فاتت، هو ده اللي كان شجع المؤسسات النهارده في المقام الاول ان هي تخش تشتري المؤسسات المصريه اللي هي كانت فعلا بالفعل بايعه طول الفتره اللي فاتت، وكانت باسباب غير مبرره لقينا ارتفاع في احجام التداول. سهم أوراسكوم تيليكوم لوحده مستحوذ على حوالي 15% من تداولات السوق ككل. يعني تداول السوق عامله 881 مليون، هو عامل لوحده 124 مليون، حوالي 14 أو 15%، أعلى طبعا مع تنافسات البنك التجاري وأعلى من أي سهم في العشرة الأوائل بتوعه. فكل دوت رفع بالنسبة لي وارتفع 10%، يعني عامل أعلى كمية تداول في السوق وارتفع 10%، فرفع القيمة السوقية بالنسبة للسوق كله. ابتدينا نشوف أسهم فعلا بتتحرك كتير، بس كان أغلبية الأسهم منصبة على الأسهم المنتقاة بالنسبة للمؤسسات والمشتريات الأجنبية اللي هي أسهم المؤشر أو الأسهم القيادية. ده يدينا دفعة إن احنا ده زي آلة التجارة قاطرة، اللي إن شاء الله طالما أغلقنا فوق مستوى 13300، لأن ده مؤشر كان مخيف بالنسبة لكثير من المستثمرين. بعد ما كنا رجعنا تاني كنا بنستهدف 14000. بالظبط، هو السوق عبارة عن في قناة صاعدة، القناة الصاعدة احنا كسرتها وبقيت تحتيها، يعني خرج عن المدار بتاعه. الفترة الجاية أو بعد من أول شهر 9، أول جلسات مجرد إن احنا بس
يعني نتنبأ او نتفائل لو الربع الرابع من السنه نتفائل ان احنا نفتح فوق مستوى 13300 نقطه ونستقر عليه. النهارده 13415، انا بقول ان انا حتى لو نزلت اول جلسه لغايه 13300 انا داخل جوه المدار. جوه المدار السوق مدار القناة الصاعدة طويلة الأجل اللي بدأ معايا من أول التعويم لغاية دلوقتي، هو ده اللي هيستمر معايا لاستهداف مستويات جديدة تدريجيا لغاية مستوى 14300 نقطة إن شاء الله. طيب حضرتك تحدثت إن أوراسكوم تيليكوم أو الصفقة بتاعت أوراسكوم تيليكوم هي اللي سبب، أو سهم أوراسكوم تيليكوم السبب في ارتفاع السوق النهاردة. طب هو بيندرج تحت الأسهم القيادية أو الأسهم في المؤشر التلاتيني، اسباب بقى ارتفاع المؤشر السبعيني، يعني بقى لنا برضو جلسات كثيره بيبقى المؤشر السبعيني منخفض، النهارده ارتفع وان كان ارتفاع طفيف، اسباب ارتفاع وعوده النشاط مره اخرى لهذا المؤشر. هو انا قبل ما استخدم لفظ ان الخبر بتاع اوراسكوم تيليكوم هو المؤثر الايجابي، لا ده انا من الاستقبال بقى تعطش السوق في فتره ندوب السيوله هو ده سبب الصعود، فده في حد ذاته يطول الاستعداد للسوق، يطول الاسهم الكبيره والاسهم الثانيه. اي نعم انا ما طلعتش بنفس الصعود النهارده، يعني المؤشر السبعيني طالع ب 1.67%، انما المؤشر ده الثلاثيني، المؤشر السبعيني طالع 38%، بس برضو على الاقل بدل ما انا ما صعدتش قوي بس تجنبت الهبوط اللي كان متوقع فعلا مع ضعف احجام التداول، مش عشان اسعار الاسهم كسرت اي مستويات، لا، ضعف احجام التداول دايما هو السبب في انخفاض التداولات بالبورصه وانخفاض القيم السوقيه بالنسبه للاسهم. طيب لو بصينا لاداء وتعاملات وسلوك المتعاملين داخل السوق هنجد ان الافراد او المؤسسات وصناديق الاستثمار سواء المصريه او الاجنبيه كان ليها اتجاه شرائي امبارح والنهارده، في حين ان العرب كانوا متجهين اكتر للبيع. هو المتجه عندي للبيع النهارده يعتبر وحيد هو المؤسسات العربيه. انما الافراد العرب جالهم نفس الاستجابه بالنسبه للمستثمرين خلال الفتره اللي فاتت، بعد اصلا الافراد العرب كانوا باعوا كتير وكان برضو نفس النظريه ان في هبوط تاني، فالافراد لو كان عندهم خوف الافراد العرب بيبيعوا، يعني بيبيعوا عشوائي شويه او بلوكات كبيره، ده ما شفناهوش، لقينا ان هم داخلين برضو شاريين مع المؤسسات المصريه والمؤسسات الاجنبيه. فالبيع الضعيف النهارده هو بيع الافراد المصريين و المؤسسات العربية. الجدير بالذكر النهاردة ان عندي المشتري المؤسسات الاجنبية هو يمكن اعلى من المؤسسات العربية اللي هي بايعة، اللي باينة ان هي بايعة. المؤسسات الاجنبية بتمثل 23% من السوق النهاردة، المؤسسات العربية بتمثل 10% فقط، فده يدينا ايحاء ان القوة الشرائية بتاعت الاجانب ممكن تخش تاني وتستكمل معانا السوق الفترة الجاية. طب ويعني احنا دايما المصريين سواء افراد او مؤسسات بيبقى ليهم اتجاه بيعي، تحول في هذا الاداء؟ بالنسبة للتحول الاداء نتكلم عن، انا اقسمها طبعا مؤسسات وافراد. بالنسبة للافراد هم يعني تشبعوا بيع الفترة اللي فاتت، حتى البيع النهاردة اللي تمت بيه الافراد اعتقد ان معظمه تقفيل شهري بيحصل دايما بالنسبه للحسابات الهامشيه. بالنسبه للمبيعات المؤسسات المصريه اعتقد ان هي هتقل الفتره اللي جايه، مش هيكون عندهم الدافع. ممكن الاقي ثبات شويه في احجام التداول عند ال 500 ل 700 مليون كل جلسه، لحين ارتقاء المؤشر لمستويات اعلى او لصدور اخبار ايجابيه على الساحه الاقتصاديه. يعني هيك دلوقتي نقدر نقول هيك رابط عوده السوق مره اخرى لقوته باخبار ايجابيه، ولكن في حاله غياب هذه الاخبار هيفضل اداء السوق عرضي او اداء زي ما احنا متابعينه، شويه تباين وشويه صعود طفيف، خاصه كمان هنتكلم عن السيوله، ان السيوله ضعيفه جدا، ما وصلناش تاني لل 2 مليار او مليار ونص اللي كنا بنوصل له. طالما مفيش محفزات ايجابيه تدعو على الساحه الاقتصاديه تدعو للصعود او دخول سيوله جديده، ومفيش محفزات برضو او مفيش اثار سلبيه لاي خبر، فده بيدينا اتجاه للسوق عموما بحاجتين، اتجاه عرضي ضعيف جدا، ضعف في احجام التداول. انا بقول ان ممكن اللي يكون سبب غير السبب المالي السبب الفني اللي هو ارتقاء المؤشر لمستويات اعلى، وخصوصا لو انا شفت المستوى 13500 مع بدايه جلسات الاسبوع اللي قادم بعد العيد ان شاء الله، اعتقد دوت هيكون دفعه لمستهدفات كتير من الاسهم سواء السبعيني او التلاتيني الفتره القادمه.
طيب دايما لو بنتكلم عن محفزات بنتكلم دايما في الفترة الأخيرة عن إعلان الحكومة لأطروحات جديدة تابعة ليها، ولكن احنا لغاية دلوقتي ما شفناش أي أطروحات. هيك شايف أهمية أن تطرح الحكومة شركات جديدة داخل البورصة؟ إزاي هتعمل تنشيط وتجديد للمياه داخل البورصة المصرية؟ أولا لازم الموضوع ليه شقين. الشق الأول اللي هو نية الحكومة في الطرح واسباب ان هي تطرح الاسهم دي. احنا ما يعني احنا كمجال سوق المال احنا والمساهمين وكله ما بنصدق ان حاجه زي دي تنزل او الحكومه تفكر في دوت. فاهم حاجه ان الشركه اللي نازله او القطاع اللي نازل يكون قطاع جاذب شريحه جديده من بره السوق، عشان السوق اصلا بعد القرارات الاقتصاديه زي ضريبه الدمغة وارتفاع الفايده هو ده السبب الاساسي في ضعف احجام السيوله اللي بيها مش هتقدر اي شركه لو الحكومه طرحتها ان هي تغطيها. فلازم يكون في جديه في الطرح بالنسبه للوقت وبالنسبه لكيفيه الشركه اللي هيتم طرحها. هيك شايف ان موضوع زياده البنك المركزي لاسعار الفايده كان ليه اثر سلبي على السيوله داخل السوق؟ جميع الاراء كانت بتقول على احجام التداول الفتره اللي فاتت ضعيفه عشان فرض ضريبه الدمغه وان ده بيأثر، بس انا بقول ان ده يعني مؤثر ثانوي على الرغم ان ما فيش اوعيه ادخاريه جديده صاحبه هذا رفع الفايده. ما هو الموضوع في الاقتصاد مش يوم وليله، مش انا رفعت الفايده النهارده خلاص الدنيا بتبقى احجام تداول تنزل بكره وتطلع تاني، لا. انا عندي في مؤثر عام وفي مؤثر ثانوي. مؤثر ثانوي ده بيجي من حاله من بيئه السوق. المؤثر الثانوي ان انا ضريبه الدمغه اثرت على احجام التداول في ذات الجلسه واحجام التداول قصيره الاجل اللي هي دي مش هي اساس دخول سيوله في السوق. هي فعلا وقفتها لان انا ما عنديش حركه في السوق، ما فيش احجام تداول كبيره. طب ايه سبب ضعف احجام التداول؟ انا شايف ان ضعف احجام التداول بادئ من اول الارتفاع، اخر ارتفاع في سعر الفايده او حتى التثبيت على الارتفاع الاخير. هو ده اللي ضعف، اللي يخلي اي مستثمر سواء في البورصه سواء في العقارات سواء في اي حاجه، هو ده اللي يحجم عن الاستثمار او ياجل قراره الاستثماري او دخول سيوله جديده. فانا ارتفاع سعر الفايده انا عشان حد يجي يستثمر في البورصه او فلوس جديده، كان مستثمر اجنبي او عربي او غيره، لازم يكون يشوف العائد الاكتر من هو يحط الفلوس في البنوك. حاجه تانية ان المؤسسات المصريه اللي ممكن تكون واخده اتجاه بيع الفتره اللي فاتت عشان دخول السيوله الجديده في السوق بتاجلها طالما هي بتاخد فايده اعلى في البنك من البنك، يعني دي برضو اجراء تاني، او عشان يعني تاخد الفايده الاعلى عشان تقدر تقابل اي وثائق استرداديه ممكن تقابلها فتره جايه. فهي حلقه متصله كلها ببعضها، انما الاساسي الاول عندي في ضعف احجام التداول في ضعف الاستثمار هو البيئه الاقتصاديه. انا البيئه الاقتصاديه هقدر استثمر في حاجه غير الجهاز المصرفي تجيب لي عائد يفوق ال 30%؟ عشان البنك المصرفي بيديني الجهاز المصرفي بيديني 20%، فهي دي المشكله. انما انا لو انا قلت ان السبب الاساسي لاحجام التداول هو فرض ضريبه الدمغه، خلاص يبقى انا المفروض هفضل مستمر كده على طول اضعف احجام التداول، مش هيبقى عندي امل لارتفاعها. انما لو حطيت ايدي على السبب الاساسي اللي هو ارتفاع سعر الفايده ان هو السبب الاساسي لضعف احجام التداول، يبقى لما يكون في قرارات قادمه ان شاء الله بالنسبه لتخفيض سعر الفايده حتى لو بربع حتى لو بنص لو اي حاجه، هنلاقي استجابه للسوق سريعه جدا ويكون عندنا امل ان في زياده في احجام التداول في السوق. طيب على ذكر كلام حضرتك للحلقات المتصله، احنا دايما بنربط اسعار الدولار في تعاملاتها سواء تراجعه او زادته بايضا اقبال مستثمرين على الاستثمار في البورصه المصريه. لاحظنا الفتره اللي فاتت في تراجع للدولار امام الجنيه، وده يمكن من الاخبار المفروض ان هي ليها انعكاسات ايجابيه على الاقتصاد، ولكن اثرها على السوق لو هنيجي اثرها على السوق يبقى نشوف اثرها الاولاني. الاثر الاولاني هو القوه الشرائيه اللي زادت في قيمه الدولار بعد التعويم وزودت للاجانب وزودت القيمه الشرائيه. فبالتالي برضو لما بيتم ضعف الدولار بيكون هو مستفيد اكتر بان هو يبيع بيبيع الاسهم ويحول فلوسه بالدولار قبل السعر ما ينزل اكتر. فإنما هو كسيولة يدخل سيولة جديدة أو سيولة أكبر من اللي موجودة، انخفاض الدولار مع ارتفاع الأسهم لا ده ملوش أي علاقة بيه خالص. أنا أعتقد إن البيئة الاقتصادية زي ما قلت حضرتك كان في معدلات الفايدة معدلات التضخم هي السبب الأساسي اللي هتنشط السوق عندنا. طيب احنا دايما عندنا في الدولار العادي اللي احنا بنتعامل فيه وفي الدولار الجمركي اللي تبع السلع اللي طبعا بينعكس على حاجات كتير قوي بعد كده، ويمكن تم الاعلان على ان هيتم يعني تحديد سعره 16 جنيه لغايه سبتمبر. هيك شايف ان ده
احنا ما بنتكلمش بقى على البورصه بصفه خاصه ولكن على الاقتصاد عامه، تحديد سعر الدولار الجمركي ب 16 ده بينعكس اكتر على اسعار السلع وبالتالي بيزيد من اسعار التضخم او نسب التضخم وما الى ذلك، ولا تاثيره ازاي بيكون على الاقتصاد بصفه عامه؟ هو تاثيره بيبقى قوي جدا طبعا، اي انخفاض بسيط في معدل سعر الصرف بالنسبه لسعر الصرف الجمركي ده بيأثر على تكلفه الخدمات، ان هي بتقل تكلفه الخدمات المشتراه بالذات الخامات المستورده من بره، وطالما اي سبب في انخفاض تكلفه الانتاج او تكلفه التمويل بالنسبه لاي سلعه ده بالظبط هيخفض معايا بعد كده معدلات التضخم وهيخلي الاسعار ترخص اكتر. وانا لو الاسعار انخفضت او لو اتحكمت في معدل سعر الصرف الجمركي بصوره جيده اكتر من سعر التداول العادي اللي في الجهاز المصرفي كتبادل افراد او بنوك، لو قدرت ان انا اخفضه واستحمل كحكومه باي دعم ايا كان، اعتقد ده هو اللي هينجح. هيك بمتوقع ان هو يقل كمان عن 16 او يتم تخفيضه عن 16؟ انا مع ارتفاع الاحتياطي النقدي طبعا بالدولار عندي اتوقع في انخفاضات بالنسبه للدولار الفترة اللي جاية، وخصوصا برضو ان ابتدى في تنشيط اكتر. يعني انا كان في خبر عندي النهاردة يعني محفز جدا، اللي هو البنك الدولي هيستثمر دي في حد ذاتها الناس لو خدت بالها في قطاع البترول والغاز. البنك الدولي يقول ياخد قرار استثماري مش قرار قرض او منحه بنص حوالي نص مليار دولار حتى لو في تخصص معين، فده حد ذاته يديني في الاخر استثمارات داخل الدوله. يعني استثمارات داخل الدوله، يبقى انا عندي في سياسه نقديه شافها البنك الدولي برضو بالنسبه لسعر الصرف الاهم. يمكن هو ما يفرقش معاه الفائده لان هو شهادته وديعه ده مستثمر، بس ده هيديني قدره الفتره اللي جايه على انخفاض مزيد من الدولار اللي اتوقعه ان شاء الله. طيب توقعات حضرتك بقى لبدايه البورصه ان شاء الله بعد عطله عيد الاضحى المبارك؟ كل سنه وانت كل المشاهدين طيبين وحضرتك طيبه طبعا. اتوقع ان شاء الله بعد جلسه اليوم بالذات يعني والاغلاق الشهري اللي احنا اغلقنا عليه، ان انا مستوى 13500 التالي المستوى 13300 اللي احنا اغلقنا فوقيه الحمد لله، اعتقد دوت هيكون كسره سهل جدا في اولى جلسات بعد تداول العيد، وهتكون قوه شرعيه ان شاء الله داخله في السوق كله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ صفوت عبد النعيم خبير اسواق المال على هذا التحليل. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي إن شاء الله بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وحضراتكم بألف خير. إلى اللقاء.